في حلقة اليوم سنتحدث عن كنيسة الشهداء. أعزائي، في هذه الحلقة من منطقة فيليبي أريد أن أتحدث عن اضطهاد المسيحيين. في سفر أعمال الرسل نرى امتداد الكنيسة ونشاط الكنيسة، لكن جزء من هذا النشاط وجزء من هذا الامتداد طبعاً بسبب الاضطهاد، لأنه كانوا شبعانين بالرب، مليانين بفرح الروح القدس، وحصلوا على قوة أنه يتكلموا بالكلمة بكل جرأة ومجاهرة. النتيجة أنه كثير منهم دفعوا ثمن باهظ واستشهدوا في سبيل الله. أنا موجود في مسرح قديم بني أولاً في فترة فيليب الثاني، فيليب المكدوني بنى هذا المسرح، لكن في أيام الرومان رمموه وحسنوا وطوروا هذا المسرح. في أيام فيليب كان للشعر والموسيقى والرقص و الكلام أو الخطاب في هذا المكان. في أيام الرومان اتطور أيضا نفس الشيء في موسيقى ومسرح، لكن بعد فترة زمنية تحول إلى مكان لصراع الجبابرة أو الحيوانات. فالمكان يعبر عن اضطهاد المسيحيين، كان هنا أو في أي مكان آخر. أنا أدعوك لتشاهد هذه الحلقة، وصلي إن الرب يغير ويشددك ويعطيك قوة وجرأة روحية حتى أنك تواجه أي ظروف صعبة أو أي اضطهاد. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا بجانب أثارات قديمة للسجن فيليبي. على أغلب الظن بولس وسيلا كانوا موجودين في هذا السجن. فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه ودعوا الرسل، فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين، لأن الله وجدهم أهلاً لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع. وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت، ويبشرون بأن يسوع هو المسيح. أعزائي من منطقة فيليبي، أريد أن أواصل حديثي عن موضوع الاضطهاد. فيليبي لها تاريخ عريق ابتدأ من الأيام القديم، لكن اللي بهم أنه احتلت أحداث مهمة حدثت في هذا المكان. الحدث الأول عندما جاء فيليبي الثاني ووحد هنا مكدونيا وانتصر على الأعداء. في هذا المكان ولد الإسكندر الأكبر وابتدأ فتوحاته، نشر الحضارة الهيلينية واللغة اليونانية اللي أصبحت اللغة الرسمية في كل العالم آنذاك، وطبعاً استطاع أن يصل إلى ثلاث قارات: أوروبا، آسيا، وأفريقيا. الحدث الثاني هو في أيام الرومان. طبعاً المنطقة احتلها الرومان في سنة 168 قبل الميلاد، لكن في سنة 42 قبل الميلاد بروتوس اغتال يوليوس قيصر، فهرب مع كاسيوس مع جزء من الجيش الروماني وأخرب مدن كثيرة في طريقه. فلحق الجيش الروماني بقيادة أوكتافيوس ومارك أنتوني، وحدثت معركة حاسمة بقرب هذا المكان
معركة فيليبي، انتصر أوكتافيون ومارك أنتوني على جيوش كاسيوس وبروتوس، وابتدأت القوة الرومانية تزحف وتؤمن الحدود في هذه المنطقة ولاسيما المناطق الغربية، وطبعا وحدت العالم الروماني الشرق مع الغرب عن طريق فيا إغناطيا القديم اللي ربط بين روما إلى بيزنطيوم قديما. وطبعا القوة الرومانية ازدادت وانتشرت في كل أنحاء القارات في العالم المعروف آنذاك. لكن أعظم حدث في التاريخ هو في أيام الرسول بولس، عندما جاء بدعوة من الله برؤية، جاء إلى منطقة فيليبي وابتدأ يتكلم بالرسالة، وعند النهر آمنت ليديا بائعة الأرجوان، وهنا في منطقة الساحة الميدان الأجورا المنطقة العامة آمنت الجارية اللي فيها روح عرافي، وفي القرب هذا المكان اكتشفوا السجن وين بولس الرسول سجن في هذا المكان. أنا موجود في منطقة مثل ما شايفين الحفريات التاريخية والأثرية بتأكد على صحة كلمة الله على الكتاب المقدس. اكتشفوا الأجورا، الأجورا هو ساحة الميدان العام اللي كانوا يمارسوا فيها الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية وطبعا التجارية في كل هذا المكان. وتستطيع أن ترى بعض أثرات الكنائس البيزنطية من خلف الجهة الأخرى. بالواقع اكتشفوا أثرات لخمس كنائس بيزنطية في هذه المنطقة، واحدة من الكنائس تعتبر أقدم كنيسة في العالم، عدا عن ذلك معابد لليونان والرومان، الحمامات العامة الساخنة والباردة. واكتشفوا أيضا دار الولاية، المكان اللي حكم فيه بولس، وطبعا أثرات من السجن القديم، الاضطهاد والسجن، المكان اللي كان موجود فيه الرسول بولس. هذه المنطقة إن دلت على شيء بتدل إنه كلمة الله حية، الله ساهر على كلمته ليجريها، وإنه كل ما حدث حدث بترتيب الله، هو مسيطر له السيادة والسلطان المطلق على حياة الناس والتاريخ أيضا. المسيحية نمت بسلاح المحبة، بسلاح الفرح، الغفران والمسامحة في كل مكان. تاريخ مدينة فيليبي عام 360 قبل الميلاد، عندما أنشأ المستعمرون القادمون من جزيرة تاسوس اليونانية المدينة الأولى وأطلقوا عليها اسم كيرينيدس. وبعد مضي 4 سنوات تعرضت المدينة للغزو على يد فيليب الثاني وتغير اسمها إلى فيليبي. وبالقرب من المدينة في عام 42 قبل الميلاد دارت المعركة الحاسمة التي انتصر فيها أغسطس الأكتافي وأنطونيو على بروتوس وكاسيوس. وبعد هذه المعركة أصبحت المدينة مقاطعة رومانية، وزاد من أهميتها أنها كانت تقع على طريق التجارة فيا إغناطيا. يعد عام 49 أو 50 ميلادية من أهم الأعوام في تاريخ مدينة فيليبي، حيث زار بولس الرسول المدينة وأسس بها أول كنيسة مسيحية في أوروبا، مما جعل فيليبي تصبح عاصمة المسيحية. أعزائي، أواصل حديثي عن موضوع الاضطهاد من منطقة فيليبي. السبب اخترت هذا المكان لأنه بولس كان يتكلم بنفس المنطقة في ساحة الميدان العام، واجه مقاومة، اضطهاد، بل ضرب، بل وضع في السجن أيضا في نفس المنطقة. موضوع الاضطهاد موضوع طبعا عبر صفحات العهد الجديد، ولاسيما في سفر أعمال الرسل ورسائل بولس الرسول. فنرى امتداد الكنيسة هو من خلال الألم ومن خلال أيضاً الاضطهاد. وطبعاً يسوع المسيح لما كان مع التلاميذ مش بس وعد،
تنبأ وقال أنهم سوف يواجهون الألم، سوف يواجهون الاضطهاد، وسوف يسلمون إلى رؤساء وإلى حكام ويتألموا، والبعض أيضا يقتلون. وعندما أعطى المأمورية العظمى من جبل الزيتون قال للتلاميذ: تكونون لي شهودا متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. الشيء الجميل في الكلمة تكونون لي شهودا، كلمة شهود تعني في اللغة الأصلية شاهد، الذي يشهد بكلماته، أيضا الذي يشهد أو يستشهد بحياته. نفس الكلمة مارتيريا تعني الشهيد، وهذه الكلمة طبعا بتعبر عن سفر أعمال الرسل اللي هو سفر امتداد الكنيسة، سفر أعمال الرب يسوع المسيح المقام، سفر أعمال الروح القدس في حياة التلاميذ. فإذا المقاومة والاضطهاد والآلام كانت من ضمن إرادة الله وفي مخطط الله للتلاميذ. لكن لماذا الاضطهاد؟ الرب يسوع قال عن هذا الاضطهاد: من أجل اسمي، أي من أجل اسم يسوع المسيح، من أجل الإنجيل، امتداد الإنجيل، ومن أجل البر. التلاميذ اضطهدوا مش لأسباب أمنية ولا أسباب تخريبية ولا أسباب عنف ولا أسباب قتل ولا مؤامرات سياسية ضد الدولة ولا مؤامرات دينية ضد المجتمع الديني، لكن بكل بساطة الاستشهاد والموت كان بسبب اسم المسيح، بسبب الإنجيل، ومن أجل البر. الاضطهاد في سفر أعمال الرسل كان اضطهاد ديني وثم تحول إلى اضطهاد سياسي. الاضطهاد الديني ابتدأ مباشرة بعد يوم 50 عندما وعظ الرسول بطرس، فانزعج مجمع السنهدريم، ألقوا القبض على بطرس الرسول ووضعوه في السجن. وازداد هذا الاضطهاد في أيام شاول الطرسوس، ابتدأ يعتدي على الكنيسة ويزج بالسجون. لكن أحبائي قمة هذا الاضطهاد عندما ابتدأ بالسجون والضرب والقتل، طبعا السجن بسبب أمور سياسية. الأسباب الدينية طبعا لأنه لم يوافقوا مع تعليم الرسول بولس اللي علم عن الصليب وقيامة الرب يسوع المسيح، إنه الخلاص بواسطة الرب يسوع المسيح. فابتدأ الاضطهاد الديني ولا سيما من طبقة الصدقيين اللي ما كانوا يؤمنوا بالحياة الأبدية أو بقيامة الأموات، فهذا التعليم كان بمثابة إزعاج لهم. والاضطهاد السياسي كان يعتبروها فتنة سياسية ضد الدولة أو ضد الأمن. أريد أن أقول أنه في هذا الإصحاح بتشوف أنه الاضطهاد في كل صفحات سفر أعمال الرسل. بطرس سجن، استفانوس رجم واستشهد في مدينة القدس في أورشليم، يعقوب قطع رأسه بواسطة هيرودس أغرباس الأول في أعمال إصحاح 12، بولس وسيلة في هذا المكان ضربوا ووضعوهن في سلاسل وقيود، وضعوهن أيضا في السجن. وبولس بيتكلم من كل خلال رسائله أنه رجم، ضرب في العصي، قاوموه، كان في سلاسل وفي السجون عدة مرات، في سجن قيصاريا، في سجن فيليبي، في سجن روما على الأقل مرتين، في جلدات. كل هذه الأمور بتعبر عن الاضطهاد، أو بالأحرى معظم الرسل اضطهدوا وتألموا وماتوا. كل الرسل ماتوا طبعا ما عدا يوحنا اللي نفي في جزيرة بطمس، لكن بولس الرسول قطع رأسه أيام نيرون، وبطرس صلب بالعكس أو بالمقلوب في أيضا في روما كما يقول التقليد. وهكذا أكثر من 3 ملايين مؤمن استشهد في أول 3 قرون من أجل اسم الرب يسوع المسيح، من أجل البر، لأنه كان يؤمن برسالة الخلاص. فامتدت الكنيسة عن طريق الاضطهاد، إلى درجة أحد آباء الكنيسة قال إن دم الشهداء هي بذرة الكنيسة. فهاجت جموع الناس
عليهما ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيراً وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والسجناء يصغون إليهما، فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا. فطلب السجان ضوءاً واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟ فقالا له: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك. وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. أعزائي، قال يسوع المسيح: طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم. قال الرسول بولس أيضا: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا. ماذا نتعلم من هذا الموضوع؟ أولاً، الاضطهاد يؤكد على صدق الرسالة المسيحية، فالمسيحية ليست طريق مفروشة بالورود كما يظن البعض، بل قال يسوع المسيح: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وكان صادق وأمين مع التلاميذ أنه تألم وأنه مات، فنفس الشيء حدث للتلاميذ أيضاً. شيء ثاني يؤكد على حقيقة التغيير في حياة التلاميذ. التلاميذ ماتوا واستشهدوا مش من أجل خدعة أو ديانة مزيفة أو كذبة، ماتوا لأنه تغيرت حياتهم، آمنوا بكل قلوبهم أن المسيح مات على الصليب وأنه قام من بين الأموات، وحاولوا على مر العصور أنه يغيروا أفكارهم لكن لم يتزعزعوا، كانوا راسخين، كانوا ثابتين في الرب يسوع المسيح، لم يتزعزعوا عن فكر لأنهم آمنوا بقيامة المسيح وأن المسيح حي موجود معهم ويقودهم أيضا. شيء ثالث، الاضطهاد بأكد وبعبر عن محبة تلاميذ المسيح والتكريس الكامل لشخص المسيح. هذه المحبة فاقت أي شيء في هذا الوجود، لم يعودوا يروا أي شيء في هذا الوجود سوى محبتهن لشخص المسيح وتكريسهن بكل غالي وبكل نفيس وبأي شيء في سبيل الرب يسوع المسيح. شيء رابع، الاضطهاد بأكد على نبوة المسيح، إنه المسيح تنبأ أنهم سيواجهون اضطهاد. كنت بتكلم مع شخص آمن من خلفية غير مسيحية وقلت له: إيه اللي جذبك؟ قال: أول ما آمنت أو ابتديت أسأل عن الإيمان المسيحي ابتدأوا أهلي يقاوموني ويضطهدوني بشدة، فعندما قرأت في العهد الجديد وجدت أن هذا الشيء طبيعي، فآمن بالرب يسوع المسيح لأنها نبوة تؤكد أن الشخص الذي يؤمن بالمسيح لابد أن يواجه الاضطهاد، وأن المسيح وعد: سيجرونكم إلى محاكم وتقفون أمام حكام
وولاة. بالواقع عندما دعا الرب يسوع الرسول بولس، قال عن بولس ينبغي أريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. شيء آخر أحبائي، الاضطهاد، التلاميذ أدركوا إدراك كامل أنهم غرباء في هذه الأرض، وأن هذه الأرض ليست لهم، وأن أفكارهم سمت عن كل ما هو أرضي. كانت تطلعاتهم إلى السماء وإلى المحضر الإلهي، فكل شيء يعتبر مؤقت بالنسبة لإلهن، وأن وجودنا على الأرض هو أن نعكس محبة المسيح ورسالة المسيح وخلاص المسيح لكل الناس. بالواقع أكثر الشعب قدم شهداء على مر العصور، على مر كل تاريخ الكنيسة، هي المسيحية. القبور في روما بالآلاف اللي بتستشهد إنه هاي الناس ماتت في سبيل المسيح. في الشرق الإقنيات في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية مليئة بالإقنيات الشهداء المسيحيين اللي ماتوا من أجل إيمانهم. في أيام نيرون الإمبراطور الروماني كان يضع المسيحيين ويعلقهم على الأخشاب ويشعل النيران حتى يشعل وينير الساحة، ساحة القصر، بل سجنوا، تألموا وماتوا. كان يأخذونهم إلى مكان المصارعة ويقدمونهم طعام إلى الحيوانات. كانوا يسيرون بفرح، كانوا يسيرون بقوة وبترنيم وتسبيح وتهليل، لأنه مش اللي بيقتل الجسد، لأنه الله هو الذي يتحكم بكل شيء. ليه الاضطهاد أحبائي؟ لأن الشيطان يدرك كل الإدراك أهمية الرسالة المسيحية، لأن الشيطان هو سيد النظام العالمي، وهو أكبر عدو للمسيحية، وهو أكثر شخص هاجم المسيحية. لاحظ أنه ما في أي ديانة أخرى واجهت نفس الاضطهاد مثل المسيحية. هذا إن دل على شيء بدل على صدق الرسالة المسيحية. أنا موجود فوق الأثرات القديمة البيمة أو كرسي الولاية. في هذا المكان كان يقف الحاكم لكي يخطب الشعب في منطقة الأجورا أو ساحة الميدان العام، وكانوا يأتون أيضاً بقضاياهم حتى يعالجوها أو يحاكموا من هذا المكان. علو هذا المكان كما ترى من هذا السطح، على أغلب الظن أن بولس وقف وخطب أمام الناس، ومن هنا أيضاً حكم قبل ما أخذوه إلى السجن هنا في فيليبي. وجاء بعض اليهود من أنطاكيا وأيقونيا واستمالوا الجموع، فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة وهم يحسبون أنه مات. فلما أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، وبشر بولس وبرنابا في دربة وكسبا كثيرا من التلاميذ، ثم رجعا إلى لسترا. أعزائي، إن الشيطان يكره الصليب ويكره أيضا الكتاب المقدس ويكره الحق. من أجل هذا يشن الهجوم عن طريق الناس لكي يضطهدوا المسيحيين. كما ذكرت أن المسيحية نمت عن طريق الاضطهاد. نمت المسيحية بدون أن ترفع أي سيف أو تنتقم، مع أنه ديانات كثيرة ومنظمات نمت بسبب السيف، بسبب الغزوات، بسبب الفتوحات العسكرية، لكن المسيحية نمت بسلاح المحبة، بسلاح الفرح، الغفران والمسامحة. في كل مكان المسيحية بيتميزوا بالإخلاص والأمانة، أقول عن المؤمنين الحقيقيين طبعاً، يغفروا للأعداء. رغم أنه بنسمع حتى هذه الأيام كنائس تحرق، والناس اللي بتآمن بالمسيح
بحطوهن بالسجون والبعض أيضا يقتلون. ومع كل هذا رد الفعل دائما الغفران والمسامحة للأعداء. المسيحية نمت بواسطة يسوع المسيح، هذا هو ملكوت الله مش ملكوت أرضي، ملكوت المحبة اللي بيملأ القلب والحياة. ولربما أنت تواجه اضطهاد، ولربما أنت خايف من الاضطهاد، العلاج والسر كما كان التلاميذ كانوا خايفين موجودين في العلية، لكنهم امتلأوا بالروح القدس. الروح القدس هو روح القوة، روح المحبة، فابتدأوا يشهدون بالحال بدون أي خوف عن الرب يسوع المسيح. فصلي أنك تمتلئ بالروح القدس، روح المحبة وروح القوة. وعندما تواجه الاضطهاد ثق أن المسيح حاضر معك، موجود معك، كما وعد: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وثق أيضا أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن. كما ذكرت، هذا كله مؤقت. أنت يا من تشاهد هذه الحلقة، هل أنت تشعر بخوف؟ امتلئ بروح الله. وهذا مش معناته إحنا بندعو الناس للاستشهاد، لا، المسيحية بتعلم عن الحياة، لأن المسيحية تختلف، ليست عمليات انتحارية ولا تخريبية ولا قتل ولا عنف ولا السن بالسن والعين بالعين كما كان يعلمون في القديم، لكن المسيحية رسالة محبة، وأقوى سلاح هو سلاح المحبة والغفران. لربما في مرارة في داخلك، لربما في خوف بحياتك، لربما خايف تتكلم إنك تواجه الاضطهاد، أدعوك أن تفتح قلبك ليسوع المسيح، توجه رباً وسيداً ملكاً على حياتك، فسيعطيك الجرأة ويعطيك القوة ويملأك بالمحبة ويشبع حياتك ونظراتك إلى الأبدية، فيصبح كل شيء مؤقت في هذا العالم، تعيش وتسلك للرب يسوع المسيح. أصلي أنه أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن سر نجاح رسالة بولس. لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو